شكرا لزميل عبد الله بن عثمان العمدة على تواصل مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام. على بركته تعلن انطلاقة جديدة من انطلاقات الخير والبركة، وهذا شوط خاص بالأبكار المهجنات الأصايل لسن اللقاية لأبناء القبائل هنا أيضا. الأربعة كيلومترات هي الحاضرة في هذا الصباح الجميل، شوطنا العاشر في تعداد أشواط هذا الصباح. ولكن التذكير بالتوقيت الزمني الأفضل حتى هذه اللحظات، هناك النمر لعامر بن حمد بن عفصان المنصوري، شاهين مبارك بن سهيل بالحطم العامري، 6 دقائق 14 ثانية 3 أجزاء من الثانية هما من أتى هناك عند خط النهاية عند الفوت والفينش على المركز الأول. التهاني للجميع. مباشرة مع المركز الأول جميل مبارك بن راشد بن مفتاح الشامسي، هو من قدم لنا الشاهينية في الشوط الماضي مع انطلاقة الجولة الثالثة. المركز الثاني تأتينا الفائزة سلطان بن خليفة بن زاهرة الخيالي، بينما رابع المراكز الرياضية سالم بن سعيد بن مية العفاري يتواجد مع الرياضية، وهذه هي رياضتنا العربية الأصيلة بهذا الشعار التراثي الكبير. مشكور يا بن مية، مشكور على هذا الشعار الجميل وأيضا تقديم هذه النوعيات في هذا الصباح. المركز الرابع هناك زعفرانة مبارك بن محمد بن زايد الخيارين عتيق بن قريع المري من يرافق هذا الشعار. أعود إلى خامس المراكز، التحديات هو الدخول من الاسم القادم، هناك مزن محمد بن حمد بن هويمل العامري وعليك مراجعة لجنة التشبيه والتحليل. أعود إلى سادس المراكز، هناك شعار بالحب وصل مع سادس المراكز. مشاهدين الأعزاء حريصة هنا حسب ما دون عندي سعيد بن محمد بالحب العامري، لها الحرص الكبير على الفوز والناموس. انتقل إلى المركز السابع، هنا تأتينا الشايقة محمد بن فهيد بن بيشان العجمي يتواجد هنا مع هذا الاسم، بينما الاسم القادم هناك شايب سعيد بن حليس العويسي وصل الى سابع المراكز. والمركز الثامن هناك تاتينا مشاهدين الاعزاء قطاشه لسيد مبارك بن عبد الواحد بالخزع العامري يتواجد الى تاسع المراكز. والمركز العاشر تحديات من سمحه، هناك ياتينا إذن التحديات الدخول على عاشر المراكز من الاسم القادم الغربية سيد محمد بن زايد بخلفان المنصوري. هذه هي نتيجتنا مشاهدين الأعزاء متابعينا الكرام. أعود إلى صدارة الشوط، أعود إلى المقدمة، إلى الصدارة والانطلاق القوي هناك على مقدمة الشوط. ما شاء الله جميلة على الصدارة، جميلة على المركز الأول، هناك جميلة مبارك بن راشد بن مفتاح الشامسي، يا سلام يا بن علي، على صدارة الشوط، على المركز الأول، على الانطلاق الأول، بينما ثاني المراكز من تتواجد هناك على ثاني المراكز. تأتينا هناك حريصة سعيد بن محمد بالحب العامري، المركز الثالث الغربية، وصلت الغربية محمد بن زايد بخلفان المنصوري إلى ثاني المراكز، بسم الله وتبارك الله، عينها على المقدمة، وصلت هناك على ثالث المراكز. على المركز الرابع الرياضية سالم بن سعيد بن مية العفاري، وهناك بن حليس، وصل بن حليس، ما شاء الله عيني عليك باردة، الشايبة ولكن عود إلى الغربية على صدارة الشوط، الغربية والهوى غربي يا أبو زايد، محمد بن زايد بخلفان المنصوري على المقدمة، على الانطلاق الأول، ما شاء الله تبارك الله، اندفعت الغربية، الانطلاق مع الغربية، مشاهدين الأعزاء، متابعين الكرام، هناك الغربية على المركز الأول، على الصدارة، إذا باحث عن السوبر هاتريك، 3 نقاط ذهباً مع أيضاً ذلك الشعار، ولكن هنا الغربية، محمد بن زايد بخلفان المنصوري، إذا تهانينا والناموس منذ هذه اللحظات مع الغربية. ولكن المركز الثاني وصلت الشموخ على ثاني
المراكز عفوا اللي هي شاهينية مبارك بن أحمد بن مطر بن مايد، ولكن تهانينا والناموس لمحمد بن زايد بخلفان، والتهنئة لمحمود بن محمد الوهيبي على هذا الفوز. المركز الثاني هناك شاهينية مبارك بن أحمد بن مايد الخيلي. المركز الثالث أتتنا هناك الشايقة لمحمد بن فهيد بن بشان العجمي. المركز الرابع هناك الضبي عابر بخلفان، عابر بن خلفان الهاملي. بينما هناك المركز الخامس، المركز الخامس بروق لمحمد بن معتوق العامري. هنا لحظات التوقيت الزمني 6 دقائق 15 ثانية، 5 أجزاء من الثانية أو 4 أجزاء من الثانية توقيت الغربية. المملوكة لسيد محمد بن زايد وخلفان المنصوري، تهانينا والناموس على هذا الفوز. المركز الثاني الشاهينية لسيد مبارك بن أحمد.